وطن زميلنا وصديقنا العزيز. اهلا بك يا محمد. اهلا بك يا هشام، صباح الخير. صباح الفل والورد. طبعا امبارح الحديث قتل حوالين مجموعه مصر والتنظيم والقرعه والاجواء. عايز اعرف انت شفت القصه دي امبارح ازاي، وان شاء الله ان شاء الله مجموعتنا مين ممكن يتاهل منها وفقا كده للاحصائيات او الارقام المبدئيه؟ طيب، يعني القرعه امبارح بصراحه كان تنظيم مبهر، وكان يعني في حاله من الحب للكل، فده السبب في النجاح. يعني انا شفت امبارح، انا كنت موجود في حفله القرعه وشايف حاله من الحب عند الجميع، كله عاوز الحدث ينجح. التنظيم من الاتحاد الافريقي والتعاون من اللجنه المحليه المصريه، اللجنه المنظمه، وكمان الشركه الراعيه ومسؤولين اتحاد الكوره، الكل كان عايز الحدث ينجح امبارح. والكل كان حاضر، كمان نجوم الكرة المصرية ونجوم الكرة الأفريقية كلهم كانوا موجودين، فكل ده بيدي قوة أكبر للحفل بتاع قرعة كأس الأمم الأفريقية. وعلى كل المستويات كان في تواجد وكان في حضور، فبالتالي خرجت القرعة بشكل الحمد لله إن هو يليق باسم مصر وبشكل مصر قدام العالم كله، لأن العالم كان بينقل القرعة امبارح على الهواء مباشرة. مهمة جدا على كل المستويات ان مصر جاهزة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية، سواء رياضيا او اجتماعيا او حتى على مستوى التنظيم ومستوى الجهات المختصة المسؤولة بالتأمين وبكل الحاجات اللي شفناها امبارح. كل دوت بيدي امل او بيدي انطباع كويس جدا ان احنا ان شاء الله هننظم بطوله قويه جدا، وواحده من احسن بطولات كاس الامم الافريقيه في تاريخها للنسخه رقم 32. واعتقد ان دايما مصر قدرها ان هي تاخد نسخه استثنائيه لاول مره ب 24 منتخب في مصر، فبالتالي دايما البدايه بتكون من مصر بالنسبه لافريقيا، فاعتقد ان دي عوده كمان للدور الريادي لمصر على المستوى الافريقي. يا رب. في القراءه في المجموعه والفرق اللي هي بتتضمنها المجموعه الاولى، بتشوف مين يا محمد فرصه ممكن تكون افضل في التاهل عن هذه المجموعه؟ الكلام ممكن يكون سابق لاوانه، بس عايز اعرف منك كده وجهه نظرك. والله انا يعني لو مصر احنا بنختار مجموعه لمصر مش هنختار اسهل من دي بصراحه، لان مفيش مجموعه اسهل من دي. وان كان الجهاز الفني للمنتخب وده كويس بيقول ان ده احنا مش حابين يبقى فيه استسهال، او المجموعه مش سهله، او مش زي ما الناس بتردد ان المجموعه سهله، فده برضو كويس ان الجهاز يبقى ده الفكره عنده عشان ينزل اي مباراه عشان نقدر نحقق الفوز ونتاهل ان شاء الله، لان اللي هيتصدر مجموعته او تصدر المجموعه هيخلينا نقابل فريق جاي من التصنيف الثالث، لان بيتاهل اول وثاني كل مجموعه من الست مجموعات بالاضافه لاربع فرق احسن توالد، فهناخد فرقه من التصنيف الثالث لو تصدرنا المجموعه ان شاء الله نقدر نتصدر ونقدر عشان نكمل المشوار، يبقى المشوار كمان اسهل ان احنا نوصل لدور الثمانيه، وبعد كده هيبقى يعني المنافسه بقى مع الفرق الكبيره اقوى. اعتقد ان رد الفعل بتاع المنتخب امبارح بيديني حاله من التفاؤل. الفرق اللي هنلعبها خلي بالك ان هي برده مش سهله، اوغندا دي كسبنا فاتت فوزنا 0 بالعافيه. طيب واضح بس ان في مشكله في الصوت، بس بنشكر جدا زميلنا محمد يحيى رئيس القسم الرياضي بجريده الوطن كان معانا هاتفيا.